التدريب والتنمية البشرية. كن فضوليا لتعلم أكثر. الله تعالى وبركاته، حياكم الله في برنامجكم كن فضوليا. أهلا بكم في هذه الحلقة المميزة من كن فضولي، ولداتي دائما تأتيكم كل اثنين وأربعة في تمام الساعة 10:30 صباحا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد، تقضى بها الحوائج، وتنفرج بها الكربات. حياكم الله في هذه الحلقة من برنامجكم كن فضوليا، والتي خصصت أيضا حلقات هذا البرنامج للحديث عن حملة الدم الحرام التي أطلقتها إذاعة القرآن الكريم. واليوم نتحدث عن دور القوانين والعشائر في عقوبة القاتلين ومن يعاونهم. لا زالت فلسطين أيها الكرام تخضع لأحكام العشائر في بعض الأحيان وبعض القوانين غير الرادعة للقاتلين. وهنا نثير فضولكم ونقول، هل يصلح أو يصلح فنجان القهوة أو يصلح لإنهاء مشاكل القتل؟ وهل يصلح هذا الفنجان، فنجان القهوة تحديدا، لإنهاء مشاكل الدم والقتل؟ ألا يشجع تكاتف وتعاون الحمولات والعائلات على حماية ابنهم القاتل ودفع الدية بدلا منهم؟ ألا يشجع على استمرار شلال الدم لشعور ضعاف النفوس بالأمان والحماية وأنه خلفه حمولة كبيرة تسنده؟ هل من الممكن أن تردع عقوبة الإعدام القاتل عمدا غيره ممن تسول له نفسه الاستهانة بالدم المسلم؟ ألا تشكل العائلات التي تتستر على أبنائها الخارجين عن القانون عبئا على المجتمع ككل بالتحريض ودعم المجرمين؟ لماذا انعدم الحوار بين فئات الناس هكذا ليصبح القتل سبيلا لاسترداد الحقوق أو حتى سلبها في كثير من الأحيان؟ أليس العدو أولى برصاصنا والتحام الصفوف وعشائرنا؟ أم أننا أصبحنا لا نلتحم ونتحد إلا للشر والقتل والاعتداء والمشاجرة؟ متى أصبح المال أثمن من الروح والنفس ليقتل الأشرار ويعيثوا فسادا بالأرض، ثم ببساطة تدفع عوائلهم ولها عوائلهم الديات أو تدفع عوائلهم الديات؟ شاركونا بقصص أيها الكرام عن كيفية حل العشائر لقضايا الدم والقتل ولأخذ العبرة والفائدة. وهل سمعتم عن عقوبات عشائرية مغلظة ردعت عن القتل؟ نتشرف بآرائكم وتعليقاتكم، وكما العادة أستقبل اتصالاتكم على 0923-13-10 وعلى جوال 0599-15-10، وأيضا تعليقاتكم على البث المباشر الخاص بإذاعة القرآن الكريم. فحياكم الله، فاصل قصير ثم نكون معكم. يا من تستهتر بدماها تلك النفس حرام، نفسك باريها زكاها بدوام الإكرام. يا من تستهتر بدماها تلك النفس حرام، نفسك باريها زكاها بدوام الإكرام. أيهما ستراها بظلام الإجرام، إما بقصاص تلقاها ذاك الموت زؤام، أكثر شرا عقباها بخبيث الأسقام، نفسك ربي منع أداها فهو من الآثام. اسمع وصغي قد قلناها بعريض الأقلام، هي حملتنا أسميناها الدم الحرام، الدم الحرام، الدم الحرام. حياكم الله من جديد في برنامجكم كن فضوليا، وحديثي وإياكم اليوم نثير فضولكم حول القوانين وأيضا العشائر ودورها في موضوع
الحد من هذا الدم. هل القوانين الموجودة في مجتمعاتنا هي قوانين رادعة حازمة ملزمة؟ وهل ما تفعله العشائر من أيضا قوانين ومن أحكام تضعها تلك العشائر، هل هي أحكام رادعة للقاتل ومن يكون معه؟ وهل ردعت من خلفهم أو من تسول له نفسه أن يكون قاتلا في المستقبل؟ هذا الذي أناقشه معكم وأثير فضولكم لأسألكم، ما هو دور العشائر؟ ما هو دور القوانين؟ ما هو دور النقابات التي تعمل في هذا المجال؟ كيف يمكننا أن نصنع ثقافة حقيقية ووعيا قانونيا سليما سويا لنمنع القتل والاستهتار بالدماء؟ لأن ما نراه اليوم من ازدياد الحالات أمر مؤلم بل مزعج بل أيضا جارح للنفس السوية. حديثي معكم، واستقبل اتصالاتكم كما العادة على 0923 1110 وعلى جوال 0599 15 10 10، وأيضا استقبل اتصالاتكم عبر هذه الأرقام وأيضا تعليقاتكم عبر البث المباشر الخاص بإذاعة القرآن الكريم على الفيس بوك. وحياكم الله جميعا في هذه الاتصالات. أخذ أختي مروان من الخليل، السلام عليكم. أرجو أن تعيد الاتصال لمروان. أخذ أخوي أبو أنس، السلام عليكم أبو أنس. عليكم السلام. عليكم ورحمة الله. حياك الله أبو أنس، كيف حالك؟ إن شاء الله أمورك بخير. تمام، الله يجعله غيث طيبا نافعا إن شاء الله. يا الله يا رب، سقيا رحمة لا سقيا عذاب يا رب. آمين يا رب. دكتور بارك الله فيك، يعني حقيقة حملة رائعة جدا إحنا بحاجة إلها بالداخل وبعينكو وبجوز بكل مكان. يعني الله العليم الخبير اللي خلقنا وأعلم فينا قالوا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. السؤال الذي يسأل إحنا، هل العقوبات رادعة؟ البعض يا دكتور بقتل مع سبق الإصرار للأسف بنتهيك الأعراض والحرمات، لأنه كثير من المستمعين لإذاعتنا الكريمة برضو من الداخل، فهذا اللي بقتل مع سبق الإصرار يزج بسجن أشبه بفندق 5 نجوم، بده كماليات وبده يتزوج، واليوم القانون بيعطيه يتزوج ويخلف. فهل القوانين رادعة؟ الأصل بالقوانين تكون رادعة يا دكتور. أمر الآخر دكتور، إن ذكرت هذيك اليوم هاي الآية بقتل خطأ أو بينه وبينه الميثاق، اطلع أنت بالقتل العمد لما ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبته لهذا في الآخرة، ما ذكر الدية دكتور لعظم الأمر، ما ذكره إلو دي، لكن قديش الأمر عظيم 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 ما ذكر. يعني فيش حاجة أذكر لك الدي، الأمر أعظم من أنه أذكر الدي. نعم. بالنسبة للقاتل الحمد. بعدين بالنسبة للعرف دكتور، إذا القوانين تعون إخواننا رجال الإصلاح بتمشي على كل الناس، إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإذا القوانين بتمشي على الكل ماشي. إن الله دكتور، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أحسنت أبو أنس. ولما ربنا سبحانه وتعالى بآخر سورة الأعراف قال وأمر بالعرف، العرف والعادات والتقاليد، ما لا تخالف، ما لم تخالف شرع الله سبحانه وتعالى فيؤخذ بها بإذن الله على جميع الناس. وإن الله لا يزع بالسلطان، ما هني رجال الإصلاح هذولا، ما هني يعني سلطان خلينا نسميه بانعدام، ولا لا دكتور صحيح 100% بانعدام القانون العادل سلطان. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن موجود، وين الحكام اللي ينفذوا حدود وأوامر القرآن؟ وبعدين أمر أخير دكتور سريعا بعد إذنك أبو أنس. نعم، أنا قبل ما أذكر العقوبات في الإسلام اللي كانت قليلة قليلة جدا بالنسبة للسارق والقتل قليلة، أنا بدي هيئ أرضية فيها أمن وأمان. ساعتها لما بهيئ للإنسان، ليش تسرق؟ أنا مهيئ لك تشتغل، أنا مهيئ لك تتزوج، ليش تزني؟ فأنا لما بهيئ هاي الأرضية، نعم حق إنه أنا أعاقب،
نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان والسلامة لمجتمعنا إن شاء الله. الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير. وإخواننا بحسب القراءات الرسمية فإن هناك منحنى انتشار جرائم القتل في تزايد، يعني منذ إذا قاف حتى تنفيذ عقوبة الإعدام بال2006، وهذا جعل أنه لازم أنه يعيد تفعيل هذا القانون حسب المصادر الصحفية التي تتحدث عن ذلك. أخذ أخونا الشيخ ناصر من طول كلمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ ناصر، الله يبارك في عمرك، يحفظك. الله يحفظك إن شاء الله. الله يبارك فيكم على الحمل الإيماني الرائع. الله يتقبل منا جميعا إن شاء الله. هذه من التعاون على البر والتقوى، هذه يعني الحمد لله يعني بفضل الله تكون أسس لإن شاء الله إنعدام القتل ويعني تلاشي بأمر الله سبحانه وتعالى. يا رب. سؤالك الطيب إنه هذه الجهات والعطوات كذا، إحنا مع كل الاحترام والتقدير لهذه الجهات والعطوات وما شابه ذلك، هذه يعني للأسف ليست رادعة. نعم. ما هي رادعة للقتل للأسف، لأنها لا تنبثق يعني أهل الشرع الحنيف والدين العظيم. الأصل في الجهات في العطوات هذه إنه تستمد من القرآن الكريم اللي هو جعل في رادع يعني جذري لهاي الاستهتار والاستخفاف بدماء المسلمين. يعني لما مثلا ينحبس 10 سنين أو 15 بعد ما يطرطوه بس القتل أو نعطيه 10,000 دينار أو 20,000 أو ما شابه ذلك. نعم. الأصل إنه العقوبة تكون مستمدة من كتاب ربي تبارك وتعالى، ولكم في القصاص حياة، بقتل هذا الإنسان تحيا تحيا الأمة ويحيا أهل القاتل أيضا. صحيح. أما أسامحني يعني 10 و 20 و 30 هذه مش حلول، هذه حلول هيك بس. الأصل إنه يعني قد تكون حلول تخديرية للأسف، قد تكون تخديرية. أما الأصل إنه يعني الحكومات والدولة وكل يتهم يرجع على القرآن يطبق القرآن. والله هذا كله اللي بصير كله باللف باللف، لكن إذا بدنا الحل الأمثل والحل الجذري والحل السليم والصواب بس الآية القرآنية اللي ذكرها ربنا، ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. شكرا شكرا. الله يجزيك خير. الله يكرمك وبارك فيك. بارك في عمرك. أروح لأخونا الأستاذ سميح من قيرة. السلام عليكم سميح، اتصل فينا، اعتذر، بتمنى تكون التعليقات قصيره حتى اقدر اروح فيها. استاذ سميح معنا. السلام عليكم استاذ سميح. طيب اروح لاخونا ابو ابراهيم الفقوع. ابو ابراهيم السلام عليكم. السلام عليكم، الله يعطيك العافيه دكتورنا وبارك فيك. انا بدي احكي باختصار. تفضل. الصحيح يعني الحمل اللي كنت فيها بسم الله ما شاء الله يعني غطت وكفت، لكن يلا. انا بدي اجمل فضل. الاسباب اللي قلتوها وانت في السبب الاخير وبعجاله. يا ريت بعد اذنك. اسباب انتشار الجريمه. نعم. عدم استشعار مخافة الله، يعني عليك. الأمن من العقاب، الحسد كما هو قابيل هابيل، ذهاب العقل بالمشروبات الروحية والمخدرات، الشيطان عدو لكم، وسائل الإعلام والألعاب الببجي اللي قلتوها، ومن ثم غسل العار، التهاون في حمل السلاح، وآخر نقطة اللي هي عنوان حلقتنا اليوم ألا وهي العصبية والحمية والقبيلة. يقول الإسلام فيها دعوها فإنها منتنة. وحينما الأوس والخزرج كل قال يا للأوس ويا للخزرج، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أدعوا الجاهلية تبغون وأنا بين ظهرانيكم. إذن علينا أن تكون القبائل تحمي عدم وقوع القتل بالحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال أن تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. وبدي أقول بالنسبة للقوانين، القوانين إذا طبقت على الجميع كان لها الأثر الطيب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا هو القانون وبارك الله. شكرا فيك. شكرا خير إبراهيم، الله يجزيك خير من فقوع، الله يبارك في عمرك. ولا زلت استقبل اتصالاتكم أيها الكرام على 0923131010 وعلى جوال 0599151010. وأثير فضولكم لأسألكم، هل القوانين الحالية التي معمول فيها في بلادنا العربية وحتى فلسطين رادعة للحد من القتل، وأيضا ما يوضع من قوانين عشائرية ومن يعني حملات عشائرية، هل هي رادعة لهؤلاء القتل أم لا؟ نروح للأستاذة المحامية الأستاذة زينب السلفية. السلام عليكم. السلام عليكم، يعطيك العافية أستاذ محمد، بارك الله فيكم. الله بارك في عمرك. هلا هو بارك الله فيكم عن حمل الحملة ضد هذا، ضد اللي هي إزهاق الروح. نعم. هلا إزهاق أرواح الناس الأبرياء بغير حق. نعم. صوتي واضح أخي محمد؟ طبعا طبعا صحيح، تفضلي. هلا أنا بدي أحكي نقاط بصورة مستعجلة. تفضل. هلا بالنسبة ل ل ل لحرمة الدم المسلم. نعم. إنه حرمة الدم المسلم أعظم من حرمة الكعبة. نعم. يعني دم المسلم معصوم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حرمة الدم المسلم حرمة عظيمة
والقاتل يكون القاتل العمد يكون آيس من رحمة الله عز وجل. أنا بحكي بالقانون. نعم. الآن إخوة أخي إنه موضوع العشائر، العشائر أحيانا كثيرة بتكون دورها إيجابي. أنا بتكلم والله كمواطنة كمحامية كإنسانة مضطرعة محايدة. جميل. دور العشائر بيكون تطويق الجريمة لألا تصير حرق دور وعائلات وجرائم قتل، يعني يصير بحر من الدماء أو شلال من الدماء. فهي بتكون بتاع الحق العشائري، ما بمنع انك انت تروح تقاضي على المحكمة. مين سبب الناس بتصور ان هذا الناس اخذت الدية انها معناتها خلاص وانه لن يتم اعطاء عقوبة جنائية على القاتل؟ هذا يعني خطأ شائع ودائما ما يستخدم في الحديث عن قتل النساء انه يعني بفنجان قهوة، غير صحيح هذا الكلام، وهذا بخالف القانون وبخالف بخالف القانون العشائري واللي انا بشاهده روعة. يعني احسنت ما يتكلموا فيه. النقطة الثانية انه بدي اقوله إنه عقوبة الإعدام، من يتصدى لفرض عقوبة الإعدام؟ المؤسسات التي تدعي حقوق الإنسان. في بروتوكول اختياري متعلق يتبع لإحدى الاتفاقيات الدولية في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. في أنا عندي بروتوكول اختياري بتكلم عن إنه أنا هي عقوبة مناسية للحياة، يعني بتطلع بس هو على إيش؟ على إنه المقتول، إنه القاتل لا تزهق روحه. طب والمقتول إذا كان قاتل، إذا والقاتل إذا كان قاتل عمد؟ هلا النقطة اللي أقولها حصلت في 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 قطاع غزة، يطبق بناء على قرار يصدر من المحاكم يطبق عقوبة الإعدام في قضية من قتل خالته، في قضية من قتل صراف، في قضية كذا، صدر حكم بالإعدام. احتجت المؤسسات التي تدعي حقوق الإنسان. طب أنا إذا لا يوجد عقوبات رادعة فتصبح الناس تقبل لجوء للقضاء لأنه لا يحقق عندها تحقيق العدالة. الناس بطبيعتها بتحب العدل، الناس بطبيعتها بتحب إنه إنها ولكم في القصاص حياة يا الألباب. يعني ما قال لك ليش يقطع رأس واحد دهس بطريق خطأ، لا قال لك واحد تعمد وقتل. هلأ في كانت قصة زمن سيدنا عمر وسريعة بعد ذلك سيدنا عمر وقتلت زوجها مع سبعة. نعم. قال له فأصدر سيدنا عمر إنه يقتلهم جميعا لأنهم قتلوا واحد. فقام قال له لو اجتمع يعني يا سيدنا عمر تقتل انك تقتل قتله سبعة بواحد، قال له لو اجتمع عليه اهل المدينة لاخذتهم لان هذا دم مسلم. فانا اللي بدي اقوله انه انا يتكلموا انهم بيقولوا بدنا نعطي تعديلات وان القوانين غير رادعة وكذا، ولكن للاسف الاتفاقيات التي نلتزم فيها بالعكس هي ترفع التجريم. يعني انت عقوبة الاعدام هذه العقوبة ملغية. ليه؟ لأنه في اتفاقيات والتزامات دولية. أنا بتكلم عن الضفة الغربية. نعم. في قطاع غزة تطبق لأنه القانون المصري موجود، القانون العقوبات الأردني المطبق في فلسطين يجب عقوبة إعدام. نعم. لكنها غير مفعلة. ليه؟ صحيح. هلا في نقطة اللي بدي أقولها والأخيرة بعد إذنك عشان أعطي مجال للبعدك بعد إذنك. أنا اللي بدي أقوله إنه بارك الله فيكم، ولكن أنا أريد أن أوضح بند أخير إنه في جرائم القتل التي تحصل ليس كما يدعون إنه تقتل امرأة هنا وهناك. نعم. أعداد القتل من الرجال قديش ليش التركيز عليهم؟ أحسنت. لأغراض أخرى. هلا أنا اللي بدي أقوله بالنسبة لعقوبة الإعدام، إذا توفرت شروط القاتل وغيره لكم في القصاص، هل إحنا في الشريعة الإسلامية نحطها القاتل أمام الناس، يا ترضي أمام أهل المقتول، يا تقبل الدية يا وتعفو عنه، يا إنما إيش يقتل أمام عينيكم. فهذا بيكون يعني ما بحطش 21-30 سنة بالسجن، إما إنهم بيخلوا سبيل الأهل ويفرض عليه الدية. فما أرجو إنه إحنا يتم تضليل إعلامي بقصد تمريرات معينة أجندات عالمية غربية. وبارك الله شكراً فيكم. شكراً. شكراً أستاذة زينب، أحسنتي ويعني لخصت الموضوع بشكل يعني احترافي ومتقن، فجزاك الله كل خير، خصوصا موضوع دور العشائر في تطويق الجريمة من خلال العشائر، وهذا دور أيضا يشكر عليه وجزاهم الله كل خير. وأيضا يعني تصحيح لقصة سيدنا عمر، هي امرأة في اليمن قتلت غلاما وليس زوجها، قتلت غلاما وقال قولة سيدنا عمر لو اجتمعت أهل المدينة على قتله أخذتهم بدمه، يعني بمعنى أن الموضوع مش سبعة والله سبعين ومية كانوا متآمرين على القتل بدهم يدفعوا هذا الثمن. وأنا شاكر لما تفضلت به الأستاذة زينب السلفيتي وقد أوضحتنا مجموعة من النقاط القانونية الجميلة جدا. أروح للأستاذ سميح من قيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ سميح، تفضل. حياكم الله وبارك الله فيكم. الله يجزيك خير. وكثيرا على ما قالت الأخت الكريمة. الله يكرمك. ولا أريد أن أكرر حقيقة. تفضل. القضية في منتهى البساطة. نعم. أننا عندما ضعفنا وأصبحنا نلجأ إلى القوانين الوضعية التي وضعها البشر أصبحت المسألة في يعني
في مهب الريح للأسف. ليس هناك شيء يردع النفس السيئة، النفس التي فعلا حقيقة تقوم بهدر الدماء، إلا شرع الله سبحانه وتعالى. الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهو أدرى بما فيه من مكنونات، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنما الدول اليوم يتحالوا ويتفاخروا بأنهم ألغوا عقوبة الإعدام. على أي أساس ألغوا عقوبة الإعدام؟ أساس الكناية، أساس التآمر لإلغاء شرع الله من الأرض. شرع الله واضح جدا وصريح إلى أبعد الحدود. صحيح. أنا أريد أن أقول أن المصالحات التي تقوم بها العشائر هي مصالحات فعلا ممتازة، لأنه تخضع للعادات والتقاليد لتخفيف وردع الأنفس، بعد ذلك الأخذ الصار أو إنهاء الاحتقان الموجود بين الناس. هذا هو دور العشائر، المصالحات. أنما الشخص الذي يقتل متعمدا يجب أن يختص منه بأي شكل من الأشكال. صحيح. لا يمكن على الإطلاق أن نتغافل عن هذا. شكرا. نحن في حاجة إلى تطبيق شرع الله. عندما غاب شرع الله أصبحت المسألة فوضى وفوضى وفوضى. شكرا. لا يمكن على الإطلاق. أحسنت. مستحيل. الله يجزيك أن خير. أن نسعد أو نرقى أو نتقدم إلا بالشرع الذي أراده الله خالق البشرية. ميبا. هو أدرى به. أحسنت. ولذلك يجب علينا أن نتمسك ونبدأ نتمسك بهذا الشرع، وعندما غاب هذا الشرع أصبحت المسألة الله يستر. ولا أريد أن أطيل. شكرا. شكرا أستاذ سميح، الله يجزيك خير، الله يكرمك وبارك في عمرك، جزاك الله كل خير. أروح لأختنا مروان من الخليل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مروان الله يكرمك. أنا بعجالة لأني بديش أكرر اللي قلت. تفضلي. أحسنت. في آية بالقرآن أيتين. نعم. بدي أذكرهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. نعم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، هذه الذي بيصلحوا بين الناس بحابه، يمكن يا إنه غني يكون في مركز يكون في منصب إلى آخره. أو بياخدوا يعني العطاوي هذه بشكل عام، يعني فيها ظلم كبير يعني للمقتول، لأهل المقتول. بتطبوها بفنجان قهوة بعزومة وخاص، وبتروح القصة، وبعدين ممكن يصير بعديها نتائج سلبية، إنه أهل القتيل يقوموا يأخذوا بالقاتل، بياخدوش من القاتل، يأخذوا أخوه أبوه ولا عشرة من أهله. لسف. وهذا نهايته بسبب عدم تطبيق شرع الله. صحيح. في أي مهد ثاني من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإساءة فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين العادلين. في كمان كثير آيات عن العدل وفي الإصلاح ذات البين، هذا اللي هو يعني اللي بتكون في القتل. لكن لمن يكون القاتل يعرف تماما إنه سيقتل شو سيقتل. 100%. أحسنت. الشارق لمن يعرف تم قتله إذا بالضبط، إذا وجد عقوبة رادعة سيرتدع ويرتدع من خلفه أيضا كمان. يعني السلطة ما فيش ردع، العطاوي هذه بتكون بكلياتها وجهاء بس ومظاهر وفيش تطبيق وفيش عدل. فإحنا قاعدين بهذا الوقت لا تطبيق شرائع ولا تطبيق قانون. شكرا. شكرا. والله الدار. الله يجزيك خير مروان. يعني شكرا. أنا شكرا. في الله يجزيك خير. الله يجزيك خير، بارك الله فيك ان شاء الله. الله يبارك في عمرك. وانا من برا اخرى برد بذكر يعني بشكر العشائر التي تعمل على تطويق، ولكن على ان لا يكون ذلك بمحاباه، وان نتقي الله في انفسنا وابنائنا، لانه بالنهايه نحتاج ان نطبق شرعنا لحتى نحافظ على هذه الدماء الغاليه. ما زلت استقبل اتصالاتكم على 0923 3110، على جوال 0599 15 10، وايضا تعليقاتكم عبر صفحه البث المباشر في الفيسبوك الخاصه باذاعه القران الكريم. الاستاذ ابراهيم رام الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعطيك العافية دكتور. حياك الله. الله يبارك في عمرك. أنا بحييك يعني جدا، والحلقكم من أجمل الحلقات يعني اللي أنت تفضلت فيها. استغفر الله. اللي بدي أقوله أن سر انتشار الجريمة في أي مجتمع. نعم. عدم وجود عقوبة رادعة.
بما ان القوانين وضعيه وللاسف ما في تحكيم لشرع الله، يجب ان ناخذ بالعقوبه الاقوى. نعم. كثير من الصلحات، وحضرت يعني احد الصلحات، قدموا دية والدهم، دهس واحد يعني لا تامين ولا ترخيص، قدم 55,000 دينار، وبعدين احنا لا يقدر بثمن ومش عارف ايش، ورجعوا المبلغ. الان لماذا لا يكون هناك عقوبه رادعه؟ انهم ياخذوا المبلغ هذا يا اخي، يتبرعوا فيه للجمعيات، يتبرعوا فيه للطلاب، في عندنا طلاب فقراء مش قادرين يدفعوا الاقساط. نعم. لان على سبيل المثال انا اتحدى اذا اي واحد في العالم بيعرف اذا سرق تقطع يده، لا يمكن والله، ما واحد ببيع زفرة في كل مال العالم. هاي ناحية. الآن مع احترامي لجان الإصلاح وبارك الله فيهم وجزاهم الله خير، يعني أقول لك شغلة بصراحة، هذا مش موقف، يجب أن يكون هناك رادع، خاصة في ظل إن في سيارات كثير مشطوبة وشباب طائش، ويجب أن يكون هناك عقوبة رادعة. وهاي السيارات، مرات قد تكون أداة قتل، لأنه في النهاية هي بهذا الشكل مثل السلاح. قضاء وقدر يا أخي، إحنا بنآمن بالقضاء والقدر، بس ربنا بقول بل الإنسان على نفسه بصيرة. صح، ما برضو كمان تمسك الشكل عشان تخطخ فتقول قضاء وقدر يعني. صح ولا لا؟ 100%. أنا أجيب لك مثال بس بسيط. سريعا الله. مثال بسيط جدا. عندنا في أمريكا. نعم. أجلكم الله بكنس الشوارع في السيارات. نعم. أنا كنت أشاهد برم عيني إن الواحد قاعد في السيارة بنتظر، فيش بارك عنده في البيت، بستنى السيارة حتى تيجي تكنس الشارع، بتقعد بنتقل للسايد الثاني وبتكنس، خوف يدفع $50. نعم. فما لأن بالك قوانين رادعة، قوانين يعني رادعة. أحكي الناس اللي حكوا من قبلي، واجتمع أهل السماء والأرض على قتل امرئ مسلم لكبهم الله في النار. الله معكم. شكرا أستاذ إبراهيم، جزاك الله كل خير على ما تفضلت فيه. ولازلت استقبل اتصالاتكم على 0923 3310 على جوال 0599151010، وحديث وإياكم دور القوانين المعمولة في بلادنا لمنع القتل، وأيضا أدوار العشائر في منع القتل من خلال التزام بالأحكام الشرعية، وأيضا تطبيق العقوبات المغلظة أمام هؤلاء الذين يستهترون بالدماء. أخونا الأستاذ الشيخ طايل، السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية. الله يكرمك ويبارك في عمرك يحفظك. دكتور محمد، إذا إحنا بدنا نحكي صح، الكلام كلام الله عز وجل هو خير الدليل. صحيح. إذا إحنا بدنا ننهي كل الفساد في الأرض ونمشوه عن وجه الأرض، علينا الالتزام بما نزل في القرآن الكريم. فنزل في القرآن بنعمل بتنتي كل مشاكلنا، كلنا بنعرف هذا الكلام. صحيح. هي بداية تنفيذ حكم الله في كل شيء تصلح الأمور، التزام أمر الله تصلح الأمور. أمر تاني، بما أنه إحنا مش قادرين حاليا نطبق شرع الله، يعني لازم نغلب العقوبات على الناس الأكابر المجرمين، بالذات الناس اللي إلى سجل إجرامي، الناس اللي عندها تكبر، الناس المتكبر المتغطرصة اللي كاد بتتصرف وكأنه البلاد إلها. نعم. بتتهجم على هذا وبتستعبد هذا، مش شايف حدا، كلنا عارفينهم. نعم. لو كل واحد عمل دائرة من عمل أشخاص، من 10 أشخاص هو بيعرفهم، يعرف الحكي اللي أنا بحكي فيه. نعم. هدول الناس بيحتبروا حالهم إحنا الكل بالكل. ممكن هذا كلام الشيخ طايل العراضي ما عجبوش، بكره طوحه سيارته طوحه دار طوحه على ابصري يهدد وكذا، يسوي فيه 100 شغله 100 قصه. ما علينا دكتور. دكتور احنا مشكلتنا الناس هذول المتكبرين، الكبر اخرج ابليس من الجنه. صحيح. واخرج سيدنا ادم بمعصيته، ادم تاب لانه ما تكبر، ابليس اصر على المعصيه لانه متكبر. صح. اللي بيلحق آدم بتواضع لله فرب العالمين بيغفر له وبتوب عليه وبرجع، واللي بيصر على المعصية وعلى الإساءة لازم نتعامل معاه بطريقة ثانية، لازم نحيده، لازم نتعاملش معاه، ما نحترموش، ما نحكيش أبو فلان راح فلان وأجب فلان وكان فلان وحط فلان. صحيح. إحنا للأسف دكتور محمد أنت بتعرفني جديدا، أنا واصل لعند هاي الناس وبعرفها، إحنا بنمجد هاي الناس، هاي الناس في قذارات بيننا لازم نتعامل معهم، أنا آسف لهذا التعبير، كقذارات أنزل الناس من هزلهم، المحترم نحطه على راسنا، والإنسان اللي غلط نحاول نصلحه، لأنه هذا مسكين غلط، أخطأ، أنا بخطئ، أنت بتخطئ، بس أكابر المجرمين الموجودين بيننا اللي بيطلقوا علينا النار واللي قاعدين بتحدوا في الرئيس وبتحدوا في حماس، بتحدوا في الكل، بتحدوا في العشائر، بتحدوا بالأخلاق، بتحدوا برب العالمين يا رجال،
بتحدوا برب العالمين، بتحدوا برب قتل النفس والظلم اللي رب العالمين حرمه على نفسه. احنا قاعدين بناخذهم ايش ظلمة وبنمجدهم. اتمجدهم مش يا رجال الإصلاح، اتمجدهم مش يا رجال الخدمات، اتمجدهم مش يا رجال العشائر. هذا الإنسان لازم يوضع في زاوية وبس. شكرا. ما ينحكى معه. شكرا شيخ طيب. ولا ينطرح عليه السلام. شكرا. شكرا. ولا يحترم. شكرا شيخ طايل تلاوي. شكرا. الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. احسنت في نقطه جدا مهمه، ان لا يعني ما تكبرش راس المجرم، وخصوصا من يقف وراء المجرمين. هذول الناس مهم تلاقي حدا موقف ما امامهم يعني، وموقف من خلفهم، فحسبنا الله عليهم جميعا. نروح لاخونا الشيخ احمد صالح من الناصر. السلام عليكم شيخ احمد. السلام عليكم. حياك الله. الله يكرمك. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يكرمك. الله يحفظك. جزاك الخير. تفضل. والله انا حابب احكي مثال هيك صغير. يا ريت. على 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 ابونا عماد الدين زنكي اللي هو اسمه اق سنكر، لما حكم حلب. نعم. لما حكم حلب، كانت حلب من افسد الاراضي في العالم. حكمها لبضع اشهر، يعني هو اقل من سنه حكمها. بس رجعها من الصفر الى القمه. شو سوى هذا السر؟ قلنا الكمة هو حكم في شرع الله. قال القاتل يقتل والسارق تقطع يده. فقتيل واحد قتل وسارق واحد قطعت يده. أحسنت. عادت حلب من الصفر إلى الكمة. فأق سنكر حتى تخيل أنت لوين كان أي إنسان تاجر أو فلاح أو إشي يحط بضاعته في مكان معين، كان أقصى كر يحرس له هاي البضاعة. يا الله. يتركها ويروح البيت. اللهم ارسل لنا أقصى كر. تفضل أحمد. شيخ أحمد. حتى مرة في من المرات ماشي هو في العقول، بعرفوهوش إنه مين هو هذا أقصى كر. فوجد واحد بحمل الآلة تبعته على الدابة عشان يروحها على البيت. نعم. فتعالوا. قال له: ألم يقل أق سنكر أن تتركها مكانها وهو يحرسها لك؟ قال: والله ما خاب أق سنكر، لكن اللي أنا بأخذ الآلة تبعتي لأنه عليها جلود مغلف بالجلود والحيوانات ابن آوى تأكل الجلود. فقال له: اتركها وأق سنكر يحرسها لك. يا الله. فأق سنكر أمر جنوده بأنه يدوروا على كل البلد، على كل حلب، يقتلوا هذا الحيوان اللي اسمه ابن آوى حتى تأمن الفلاحين. شكرا. شكرا أخوي شيخ أحمد، وقصة جدا مهمة، وإن شاء الله تكون يعني عبرة لكل أحد في كل مكان، وإن شاء الله يكون تصرفات الناس بخصوصا أصحاب القرارات تكون كأق سنكر. شكرا، جزاك الله كل خير على ما تفضلت به. وأروح لأخونا أبو قاسم من الخليل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك دكتور محمد؟ حياك الله. الله يبارك في عمرك يحفظك. والله دكتور محمد، انا ملاحظ الفتره هاي انه القتل كانه راح يزيد. ليش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ لانه المساجد فيش فيها شباب نهائيا. فيش مشايخ، فيش علماء الدرس الا غير يعني القنوات اللي عندكم يا ولدي. الحكومه الفلسطينيه حاربت المشايخ واحنا عم نتفرج عليهم قبل 10 سنين او 15 سنه. هلا انت تعال المساجد، ما فيش شباب تقريبا 19 18 كلهم في على التيك توك، مش فاضيين، رايحين على التيك توك على السوشيال ميديا، ما جوش على الجامع 100%. للاسف. الحل الوحيد ان نرجع للدين. احسنت. ونرجع المشايخ، لازم احنا نروح نقبل ايدين المشايخ، نجيبهم من دورهم، نجيبهم على المساجد. انا اتوقع هذا الحل الوحيد لتخفيف القتل. والله احنا قصدك نكبل ولا نقبل؟ بدنا تنتين، في منهم نقبل ايديهم في منهم لا، نقبل ايديهم ونجيبهم. احسنت. لانه لما اعتقلوا المشايخ احنا صرنا نتفرج، لكن كنا شعب فلسطيني قعدنا نتفرج كيف المشايخ كانوا في السجون. فالمشايخ بطلت تدرس، بطلت تيجي على المساجد، في من المشايخ بطل يجي على المساجد يعني بالتهديدات. لا حول ولا قوة. هذول لازم يرجعوا، والحكومة الفلسطينية زي ما حاربتهم لازم ترجعهم. نشوف انه بخف القتل وبخف الجرائم في فلسطين وفي كل مكان. شكرا. شكرا اخوي ابو قاسم، جزاك الله كل خير. تفضل. شكلنا بدنا اق سنكر يا ابو قاسم، بدنا اق سنكر ان يعيد هذا الامان ان شاء الله. الله يجزيك الخير على ما تفضلت فيه، و
دور لا شك دور الدعاء دور مهم جدا. ونعم يعني نقبل أيدي من يحفظ دماء أبنائنا ولو بالكلمة الحسنة ولو بالابتسامة، لأنه في النهاية هاي المواقف نحتاج أن كلنا نحتاج أن نكون سند وحصن منيع للحفاظ على دماء المسلمين بالشكل الأمثل والأفضل. خلينا نقرأ على صفحة الفيسبوك التعليقات الإخوة والأخوات الكرام. أختنا صباح من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عافانا الله وإياكم يا دكتور بشارات أنت وإذاعة القرآن الكريم كل المستمعين. هناك من لا يخاف من القصاص ولا يرتدع منه، وهناك من العشائر التي تتمسك بالقتل طبقا لأعرافها وتقاليدا بعيدا عن الشريعة والدين. أخونا مؤيد بيقول يسعد صباحك دكتور، التربية السليمة لها الأثر الأكبر، من لم يردعه القصاص والدين لا تردعه قوانين العشائر والقوانين الوضعية، الإسلام كرم النفس البشرية. أختنا رفيق بتقول أحلى برنامج، الله يجزيك الخير إن شاء الله يتقبل منه. تيسير بول السلام عليكم ورحمة الله، أرجو أن يتم أو تقوم العشائر في وضع أشد العقوبات لمنع هذا الانزلاق أو هذا الأمر. زهرة نيسان ياريت يتنفذ حكم الإعدام في واحد بتعلمه كل يعني واحد بإذن الناس وبضر الناس، نفذوا الإعدام بكل هذول الناس حتى يكون التنفيذ حقيقي وسليم ويرتدع. الشهادة الشريف اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم أمين. أبو صهيب عبد ربه، ليس هناك حكم أفضل من حكم الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأنا معك أخونا عدنان نبعة، جزاك الله كل خير ويسعد صباحك دكتور، حياك الله على راسي من فوق يا أخوي. دلال سماحة بتقول هي ربما حلول ولكنها نادرا ما تنفع، هذه الحلول العشائرية والقضائية والعرفية، لأنها تسبح ببحور المماطلة والتسويف والنفاق والخشية من الحق والبعد عن دستور حياتنا الأصلي الذي هو شرع ديننا وقرآننا الذي لا نخشى فيه بالحق لومة لائم، وغير ذلك هو هدر للوقت والنفس والأخلاق. ولا شك ما تحدثت به أخنا دلال يؤكد على كم هذا الأمر يحتاج منا إلى وقفة حقيقية ووقفة ذاتية مع النفس، لأنه في النهاية كما تفضلت تحتاج منا أن نكون على قدر من المسؤولية في حماية دماء المسلمين، وأن لا تكون تلك الدماء مهدرة، وأن لا تكون تلك الدماء يعني للأسف تراق هنا وهناك دون رادع، دون أن يكون لها يعني كما يقولون المنع الحقيقي من خلال تطبيق شرع الله عز وجل. وهذا له علاقة كمان في الأدوار التي تقوم فيها العشائر في مختلف مواقعها وأماكنها، لأنه في النهاية كما تفضلت أختنا دلال سماحة نحتاج أن لا تكون تلك مماطلة وتسويف وإبعاد للوقت، لأنه بتبرد هيك القصص وبتنتهي المشاكل. نحن نحتاج نعم تقوم العشائر بدور التطويق، ولكن لابد أن يكون أيضا دورها دور تطبيق، وأن تضع العقوبات المغلظة والشديدة والمانعة والرادعة لتكرار مثل هذه التصرفات أو هذا العمل المشين أو هذا العمل المدمر. هو القتل، القتل بتكون أخطر من هيك يا جماعة الخير، بتكون أعظم إثم من هيك القتل. أصلا الله سبحانه وتعالى أول ما يقضي في يوم القيامة يقضي في الدماء كما جاء بالحديث، وهذا إن دل إنما يدل على الأمر وغلظته كم هو خطير جدا. نحتاج فينا أن نفهم هذا الموضوع بشكل الأمثل والأفضل. إخواننا الإسلام إن اعتنى بحفظ الضروريات الخمس، من بينها حفظ النفس كما حفظ الدين والعقل والعرض والمال، واعتبر التعدي عليها جناية جريمة تستلزم عقابا كبيرا، ولا بد أن يحقق الأمن ويمنع الفساد والعدوان والظلم. هذه الضروريات وضعت من شان يفهم وتعرف البشرية لماذا جاءت هذه الشريعة، جاءت لحماية هذه النفس البشرية، وجاءت لعمارة الأرض، وجاءت للحفاظ على كل حقوق العباد. لذلك مهم جدا أنه نفهم أنه هذه حقوق، خصوصا حقوق بين العبد وغيره، هذه حقوق إذا اعتدي عليها، وأعظم تلك الحقوق كما جاء بشرعنا هي الدماء. فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، أول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة يقضى بالدماء، يقضى بالدماء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس، وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، أو قال وشهادة الزور. هذا دليل أنه بعد الإشراك بالله وقتل النفس، وهذا دليل أن الأمر غليظ ومغلظ. ولذلك كما جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود أيها الكرام كما قال
وكما نقل عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولذلك الأمر مش بالسهولة هاي يعني بالاستهانة هاي للأسف الشديد. تعقد مؤتمرات كثيرة جدا لدعوة الناس على أن لا تذهب إلى حالات القتل في المجتمع. الحالات تزداد للأسف، نعم الحالات تزداد، والأمر مزعج ومؤذي ومؤلم، و يعني لا يزال المؤمن في بحبوحة من دينه ما لم يمس دما حراما. تخيلوا الأمر وين، أنت في بحبوحة من دينك، يعني يمكن أنك تستغفر وتزبط معك الأمور، لكن إذا مسست الدم الحرام فتلك الطامة الكبرى، تلك الطامة الكبرى. اللهم عافنا واعف عنا. لذلك نحتاج جميعا أن نكون أكثر وعيا وفهما. تبدأ الأمور من التربية ومن تطبيق القوانين الشرعية السليمة والسوية. ولعل المشرعين اليوم في بلادنا كلها العربية يحتاجوا اليوم أن يعيدوا النظر بقوانينهم التي يضعوها. لابد أن تكون قوانين مغلظة يستقوها من الإسلام ومن الشرع ومن القرآن، لأن الله الذي خلق هذا البشر هو الأعلم بحاله، وباعتدال هذا الحال لا يكون إلا بتطبيق شرع الله عز وجل، وهذا التطبيق يكون في تثبيت هذه القوانين حتى نمنع. وزي ما تفضل أخونا الشيخ أحمد بن الناصرة، لعل قصة الحاكم حلب أقاي يعني سونغو اللي هو والد عماد الدين زنكي لما أقام الحدود منع الاقتتال ومنع الجرائم. شكرا لكل الأخوة والأخوات الذين يعني شاركونا اليوم باتصالاتهم وبتعليقاتهم، وحتى لمن دعا لنا في ظهر الغيب. وشكر موصول للإخراج أيضا الأستاذ أسامة ملحس، وفي الهندسة الإذاعية والمتابعة الدكتور محمد الملحوة، في الإعداد أريج عمران. ولكم محبتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.